والله لازم كل يوم الطابور الصباح كده. كيف الحال يا مشمش؟ الحمد لله. يبقى كده وظيفة العقل إدراك المشهد. يبقى أنت كده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. هذه لما قمت من النوم صح؟ أدركت الحياة خلاص؟ يبقى بتجاوب على 3 أسئلة لين ما ترجعي ما تدركي الحياة تاني. خلاص؟ في المشهد حقك كيف تجاوبي على أسئلة 3؟ right. الكتلة الوحيدة التي على قيد الحياة في المشهد خلاص؟ مدركة الحياة، أي عندها بتسمع وبتشوف وبتحس وبتتحرك خلاص؟ تتبع الحركة يدلك على المحرك تمام، كعقل، هذا كله كعقل، بيك من القلب كله ده عقل، عقل كلها عمليات عقلية، function، وظيفة خلاص؟ تمام. لغة العقل بقى البرمجة، برمجة كيف؟ بأني لغة، وفي سمعية، لغة سمعية ولغة بصرية ولغة حسية أو عاطفية أو فؤادية، اللي هي لا سمعية لا بصرية، غير محسوسة، غير ملموسة، محسوسة، غير مادية. برمجة سمعية، برمجة بصرية، برمجة غير مادية، شيء كده زي وزي الهواء كده، لا مرئي لا مسموع لا ما له ريحة، ما له طعم، ما له سمك، ما له مقاييس، ما نقدر نقارن. كل واحد يحس بالحاجة اللي حس بيها، هو الوحيد اللي حس خلاص. يبقى ايش الترجمة؟ ترجمة من اللي تسمع، الترجمة من اللي تشاف من البصر، الترجمة من الحس من العاطفة خلاص. الترجمة او الحديث، لو اما بنعمة ربك فحدث خلاص، فدي الحديث ترجمة. القول، اقرأ بفعل الأمر، كان إيش؟ جاله صوت بيقول له اقرأ خلاص، ما في قدامه حاجة يقرأ منها، هو أصلا أمي لا يقرأ ولا يكتب خلاص. يبقى اقرأ المشهد قصده خلاص. اقرأ بالطريقة اللي أنا حقريك بيها، اقرأ باسم ربك خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم.